هادشي هضرنا عليه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافه، فعلا نهضروا للناس على واحد القيمات الماليه اللي حنا بحثنا فيها وبحثت فيها وزاره الصحه، وتنظن بان عدم الفهم ديال المواطنين بان الانعاش ديال المرضى كوفيد في الحالات الحرجه هو انعاش مكلف. كانت خروج بعد الارقام باهظه اللي ما تمش الاثبات ديالها، لان كان تفتيش ديال وزاره الصحه، واللي نقدروا نقولوا للمواطنين بان اليوم كاين واحد العمل مع الوكاله الوطنيه للتغطيه الصحيه ومع وزاره الصحه باش تقنن هاد التعريفه ديال التكلف بمرضى الكوفيد في الحالات الحرجه. وحنا بلا ما نعيبوا الناس، حتى حنا في الطب ديال اغلب الاطباء وحتى الاطباء العناش ما كانوش عارفين الحده ديال هذا النوع ديال الانعاش، لان هذا مرض جديد اللي صاب الانسانيه كلها. فلهذا حتى في الدول الناميه كان تم التاقلم مع هذا الانعاش، لانه انعاش اختراقي، يعني الاشكاليه ديال المرض كلها مبنيه على عدم ولوج الاكسجين في الدوره الدمويه، لان الرئتين كيكون الفيروس قضى عليهم، يعني جعلهم في واحد الوضعيه اللي ما يقدروش الاكسجين يدوز منهم. اذا انعاش اللي كيطلب واحد القدر عالي من الاكسجين، واحد الاكسجين اللي عنده واحد البريسيون اللي هي طالعه، واللي هو يكون عندها ان دي بي دوكسيجين الفي، بحيث استهلاك ديال الاكسجين عند مرضى كوفيد كيكون واحد 10 ولا 15 مره اكثر من الاكسجين العادي. ثانيا كاين هناك ضروره استعمال ادويه اللي هي مكلفه اللي ما كتستعملش في الانعاش العادي. ثالثا التعامل ديال الموارد البشريه مع هذا المرض المعدي الخطير، لان خصنا نحميو الموارد البشريه، كتطلب باننا نلبسو بواحد الطريقه اللي كتحمي المشغلين اللي عندنا، لا من الاطباء لا من الممرضين لا من المساعدين ديالهم، بحيث ان كل ممرض او طبيب دخل عند مريض كوفيد الا غادي خصك تلبسو ب 250 درهم. مريض كوفيد خصو 6 حتى 7 الناس اللي كيدخلوا عنده في النهار. فلهذا هذا هو اللي جعل هذا الانعاش مكلف. اليوم كانت دراسه على التكاليف ديال مرضى كوفيد، دراسه مع اختصاصيين لا من القطاع الخاص لا من القطاع العام، ولقينا بان المعدل ديال الاستهلاك ديال المواد اللي ضروريه للعلاج مرضى كوفيد يعني في الحالات الحرجه كطلب 8000 درهم، اللي منها واحد القدر كبير كيمشي للاكسجين، يعني واحد 3000 ولا 4000 درهم تقريبا ديال الاكسجين في النهار، ادويه مضاده للتعفن حتى هي كتستهلك واحد الثمن كثير 2000 درهم 3000 درهم، اللباس ضروري للدخول عند المرضى. فلهذا لقينا بان الكلفه المتوسطه هي كدور على حول 8000 درهم باش يمكننا اننا نتكلفوا بهذا المرضى الكوفيد. اذا من وصلوا ل 10000 درهم راه ماشي قدر مالي اللي هو استثنائي، لان في هذه الحالات هذه راه المواد المستعمله هي مواد مكلفه، منها المواد اللي كتستعمل باش المريض ياخذ التنفس الصناعي، هذا هو اللي كيجعل ان الكلفه كتكون عاليه. اولا هذه المريضه هذه من حقها انها توضع الفاتوره، راه الاشاره وزاره الصحه باش كتبحث فيها. ثانيا المريض اللي كيكون في الانعاش راه ما تنظنش بانه تعقل على شكون دخل عنده ولا شكون خرج عنده الادويه اللي خدا، لان كل شيء راه الا استعملت هاد القناع هذا ما تبقيش تعرفيني. فلهذا تنظن بان من حقها انها تبحث، ولا بغاتنا نساعدوها تصيفط لنا هاد الفاتوره حنا ندخلوا ونشوفوا مع المصحه واش هاد الشيء صحيح او غير صحيح، ولا تاكد لك بانه غير صحيح. وحنا بصدد مناقشه مع وزاره الصحه مع الوكاله الوطنيه. هاد المناقشه راه كتهم جميع المغاربه، لان اما المغربي غادي تكون عنده تغطيه صحيه وغادي يسهل له الولوج
المصحات، اما غادي يكونوا عنده ماديا الامكانيات وغادي يسهل الولوج. اما بالنسبه للمرضى الاخرين راه وزاره الصحه بقى داخله تحت الخط، وتنظن بان الولوج الاقسام الانعاش اليوم مع التدخل ديال المصحات الخاصه غادي يكون اسهل، ولكن خص المواطنين يفهموا بان راه الاسره ديال الانعاش راه غادو كتقلل، لهذا الاجراءات الاحترازيه خصها تكون. اليوم كاين واحد ما بين 300 ل 350 سرير في القطاع الخاص اللي داخله على الخط، من الممكن اننا نزيدوا، نتمنى الله ما نكونوش محتاجين لهم، لان حتى المرضى اللي عندهم امراض اخرى راه خصها تتعالج، لان راه ما كاينش غير كوفيد. ولكن الطاقه الاستيعابيه ديال المغرب كله راه طاقه غير كافيه، يعني لو وصلنا للارقام اللي بحال اللي كاينه في فرنسا ولا بحال كاينه في دول اوروبيه راه غادي يكون عندنا مشاكل كبيره. فلهذا المغاربه خصهم يفهموا بان احسن علاج والعلاج الناجع ديال الكوفيد هو يبقى في داره ولا ما عنده لاش يخرج، والتباعد الاجتماعي ما كاين لاش يغامروا، لان كنشوفوا الناس مازال كيديروا العراسات والكنازات والحفايل وكيخرجوا في الازدحامات، الاسواق فيها ازدحام كبير. فلهذا يعرفوا بان راه ما عندناش، عندنا واحد 2000 سرير في المغرب كله، الا مشينا جمعنا القطاع الخاص والقطاع العام هادو غير كافيين. اليوم حنا واصلين تقريبا 1000 مريض، الا زدنا في هذا التصاعد راه غادي يكون اشكال كبير بالنسبه للمريض المغربي اللي في حالات حرجه، كوفيد حالات حرجه. تنظن بانها ماشي ارقام فايت حقيقيه، وهذه الارقام هذه لا تعني بان هذا هو العدد اللي كاين، لان كاين عدد كبير ديال المرضى ما تيديروش لو تيست. هذا الا هضرنا على 4000 راه غادي تكون على الاقل الضعف ديالها اللي كيتسارى. خصكم تعرفوا بان كاين حالات كوفيد اللي كتكون في المريض واللي ما كتشخصش، يعني كتجي وكتمشي بلا كبره بلا ما كاين، يعني لي بورتو سان اللي ما كيكونش عندهم اعراض. لهذا ما نظنوش بان كاين هذه الارقام مبالغ فيها، لان انا تنظن بان كاين اكثر، وخص المغاربه لان يعرفوا بان راه المسائل ولات بواحد الحده بواحد الخطر على المغاربه. فلهذا حنا المغرب ما عندناش وسائل كبيره كيف الدول الناميه، عندنا وسائل محدوده، فالوسيله الوحيده اللي ما بين يدينا هو انضباط التعليمات ديال الحجر ديال التعليمات ديال التباعد وديال عدم الخروج عند الضروره وعدم تقليل من السفرات والتقليل من استعمال وسائل النقل العمومي هادو، وتقليل من الجلوس في المقاهي بلا ما يكون. لهذا خصنا نردوا بالنا، لان لو وصلنا للانعاش بعدا راه الحدود كيكونوا قليله، والانعاش راه الاسيره الانعاش قلال واحد الوقت، راه ما نلقاو فين نديروا المغاربه الا بقينا هكا. مضاعفات على حساب الحاله، لان الا كانت واحد التدهور ديال الرئتين بصفه حاده وكبيره، راه اغلب المرضى كيكون عندهم مشكل ديال التنفس بعد كورونا، كيكونوا مشاكل ديال التكبد ديال الدم، حيت ان الميكانيزمات ديال التكبد ديال الدم كيكونوا كيضطربوا، ولهذا كيقدر المريض من بعد كورونا يدير تكبد في الرئتين ولا في القلب ولا في الامعاء. فلهذا خص تبقى واحد الحراسه وطيده على المريض من بعد العلاج بهذا المرض. اولا هذا اللقاح هو الحد الوحيد اللي عندنا باش نقدروا نقضيو على هذه الجائحه، لان المعلومات اللي عندنا هو ان من غير اللقاح ما كاينش شي حل اخر. اليوم كاين واحد 5 ولا 6 لقاحات، رغم ان الدراسات دارت بسرعه، انهم بينوا بان النتائج ديالها في الحمايه ديال المريض من كورونا نتائج اللي محترمه ولا باس بها، الحمايه ديال تقريبا 90%. المضاعفات الجانبيه اللي هي في اثناء التلقيح ما كانتش شي مضاعفات اللي هي كبيره،
اللي هو ما معروفش اولا شنو هو هذيك الحمايه اللي كتكون شحال كتبقى، يقال انها 6 اشهر، يقال اكثر يقال اقل. ثانيا المضاعفات اللي كتكون بعد هذا التلقيح على طول الامد، يعني ايام عديده من بعد التلقيح. لكن الميكانيزمات باش كيخدم التلقيح، لان الاغلب التلقيحات اللي كاينين داك الفيروس اللي كيت داك الطرف ديال لايرين ديال الفيروس كتكون ما عندهاش فعاليه، يعني كيكون اتينوي ولا ميت. فلهذا تنظن جميع المعطيات كتقول بان هذا الفاكسان التلقيح ما غاديش يكونوا فيه مشاكل وغتكون فيه حمايه. هادو كتلقاو في افتراضات، ولكن تنظن بان اليوم ما بيدينا الا التلقيح باش نخرجوا من هذا المأزق الصحي العالمي اللي احنا فيه. المنظومه الصحيه كانت ريانه قبل. المنظومه الصحيه ديالنا المؤشرات كلهم كانوا ضعاف. اليوم كل مغربي كنخسروا على الصحه ديالو 150 دولار، يعني 1500 درهم. هذا ضعف كبير. ميزانيه الدوله تنظن بان كانت شي 5% ديال الميزانيه الدوليه كتمشي للصحه، ما كاينش تغطيه صحيه شامله، يعني 30% المغاربه اللي عندهم تغطيه صحيه. استهلاكنا من الدواء لا يتعدى 400 درهم في السنه. هادو 30000 سرير في المغرب، 36000 سرير في المغرب كله. 20000 طبيب ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. هادو كلهم مؤشرات ديال التغطيه الصحيه اللي ضعيفه جدا. فلهذا كورونا جات عرات على التغطيه الصحيه، ولكن راه كانت كنا معروف باننا على الهشاشه ديال المنظومه الصحيه. وجلاله الملك نصره الله راه في الخطابات ديالو الثلاثه الاخرى ركز على المنظومه الصحيه، لان بلد كالمغرب اللي عنده مؤهلات انسانيه هائله بهذه المنظومه الصحيه اللي كتقرب من مستوى ديال الدول اللي في واحد المستوى اقتصادي ضعيف جدا. فلهذا النهوض بالمنظومه الصحيه هو مشكل كبير. اراده سياسيه، اراده ديال القطاع الخاص، خصنا نجلسوا جميع باش نشوفوا كيفاش المغاربه نعطيهم واحد المنظومه الصحيه اللي تكون تقدر تخرجوا من هذه المآزق ديال الصحيه اللي كاينه حاليا. اولا كنعزي السي حسن التازي اللي هو صديق كان حميم في الفقدان الولد ديالو، والوليد ديالو راه بحال الوليد ديالي اللي انا كنعرفو، اللي كنقدر ناكد لكم لانه وفاه عاديه ما عندها حتى علاقه بكورونا، سكته قلبيه اللي كتقدر تجي في هذه الحالات هذه. والمرحوم كان في صحه جيده، انا كنعرفو لانه بحال ولدي. فتعازينا الحاره للعائله ديالو، لا هو لا الزوجه ديالو. والموت ديالو راه ما عندها علاقه بكورونا، راه صرح بها السي التازي هاد الصباح هادي. هو اليوم الضعف ديال التغطيه الصحيه كمي وكيفي. كيف يعقل ان مثلا في سيزاريان مسعره في المغرب وقيله بشي 7000 درهم ولا 8000 درهم، إذا مشيتي في دول أخرى راه كتسيزارين كتوصل 30000 درهم 40000 درهم. يعني كاين واحد الضعف كمي هو هذا، يعني التسعيرة غير كافية، لأن المسؤولية اللي كياخذها الجراح والمصاريف اللي كتاخذها الأكلينيك ما كتكفيش التسعيرة هذه. ثانيا ضعف كيفي الوسائل ديال العلاج ديال 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 المريض اليوم، راه ماشي ديال هذه 15 سنة فاش تحطت التسعيرة. شفتوا أنتم دخلتوا عندي شواش لبستوا؟ دخلتوا المصحة راكم لبستوا 200 درهم الواحد. اليوم اللي كتدخل البلوك راك أنت كتدخل بالحوايج عاديين ديال اللي كيتصبنوا وكيداروا في السيريزاسيون، ملي كتدخل البلوك كتدخل ب 600 ولا 700 درهم. تنعطيك هذا مثال. وسائل ديال العملية الجراحية، وسائل الأكسجين، التجهيزات ديال البلوك. اليوم عندي 20 سنه البلوك كيتقام ب 200000 درهم، اليوم بلوك مليون ونص، يعني مليون و500000 درهم. فلهذا هاد الصعود ديال المصاريف جعل بان المصحات والاطباء كيطلبوا واحد التكميل ديال الاتعاب من طرف المرضى اللي خصو يتقنن. ان هادشي حنا ما قلناش
قلنا للدولة راجعي راجعي للتسعيرة أو للتعريفة اللي هي ما تبدلاتش هذه 15 سنة، ولا قنني داك الفرق اللي كياخذوا المرضى باش حتى المواطن يعرف راسو ملي غادي يدخل لواحد المصحة غادي يعرف راسو شحال غادي يخلص. كيكون واحد الاختيار، انا كندخل كنعرف بان الا درت هذا لاكوشمون غادي نزيد واحد 2000 ولا 3000 درهم ومقننا، يعني الا زدت كثر راني تسرقت. فلهذا راه ما يمكنش نبقاو خدامين بالتسعيره اللي عندها 15 سنه. شوف انا دوزت 5 ديال الوزارات على راس الجمعيه ديالنا، هذه 14 سنه وحنا كنناقشوا مع الوزاره على مراجعه التعريفه، لم يحدث شيئا. الحل هو المراجعة ديال التسعيرة والتعميم ديالها. إنما لا يعقل أن مغربي يعيش في بلاد ما عندوش تغطية صحية، لأن حتى الدستور ديالنا راه كيحميه، راه الصحة واجبات من واجبات الدولة تجاه المواطن ديالها. فلذا كيف يعقل أن أولا المغربي ما عندوش تغطية صحية، عنده الرميد، الرميد كيمشي ما كيلقاش الوسائل ديال العلاج في المستشفى، إلا مشى للمستشفى وما عندوش الرميد خصو يخلص. يعني هذا ماشي الغلط ديال المصحات الخاصة، هذه إرادة سياسية اللي مازال ما عطاتش واحد المعالم ديال المنظومة الصحية اللي تكفي واللي تمكن المغاربة باش أنهم يتعالجوا بواحد الإريحية. اللي خص تفهم، لأن اللي خصها تفهم الناس، لأن وسائل التواصل الاجتماعي خصها تقرا شوية. هذوك جوج ديال الطباء اللي معاه راه بجوج جاروا كورونا وعندهم مناعة، محميين، داكشي علاش دخلوا بوسائل خفيفة. هذوك الأطباء راه ماشي من خيرات الأطباء اللي عندنا في الدار البيضاء، وما دخلوا إلا عرفوا راسهم محميين. فلهذا هل المشكل ديال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كيمشيو كياخذوا واحد الصورة تيقول لك ويلو للمصلين، تعرفي هذه القضية ديال ويلو الذين على صلاتهم ساهون، كيقول لك ويلو للمصلين. فلهذا اولا قتلوه، داروا بانه مات ودايرين اوديو، هذا حرام، يعني هذا اجرام. ثانيا سي الناصري راه بخير، على خير في دارو. ثالثا سي الناصري شكر الفريق الطبي لانه وصلت الحاله ديالو لواحد الوضع الصحي اللي هو شائك، والحمد لله خرج منه، هذا اعتراف بالجميل. رابعا هذوك الناس اللي دخلوا عنده راه التعرض ديالهم للمرضى رجع لهم انهم داروا كورونا والمناعه ديالهم مزيانه، دونك يقدروا يدخلوا، لان بحال لا سون فاكسيني بحال لا جالبين. كان يمكن لهم انهم يدخلوا عند المريض بلا تذاك الماسكات ما كاينينش. شوف هذا، شوف هذا مريض، شوف خصكم انتم كتسمعوا واحد النسبه، لان حنايا كنتبعوا كيفاش النظره ديال المرضى للمصحات، وكنديروا ما يسمى بلونكيت، لي زونكيت ديال ساتيسفاكسيون، يعني بحث ديال رضا الناس على 95% ديال الناس راضيين على المنظومه الصحيه في القطاع الخاص، و 5% ما راضياش في جميع الميادين. هذيك 5% راه كتخرج للمواقع الاجتماعيه، وبعض المرات كتخرج شي حوايج اللي ما عندها حتى شي، ما عندها، حنا ما عندنا حتى شي مسؤوليه. اللي تقول لي انا ما عنديش وجيت المصحه وما يعالجونيش، ماشي مشاكل اجتماعيه نبغيو ندخلوا فيها نتعاونوا مع المريض، ولكن عدم تعميم التغطيه الصحيه ماشي مسؤوليه ديال المصحات، هذه مسؤوليه سياسيه. لا عتبوا عليا بان قلت هضرت على لا ميزير اللي كاينه في المغرب. المغرب فيه لا ميزير، والميزير ماشي هي البوفر، الفقر. هاد اسمح لي، هاد الجورناليست اللي عقب خصو يفهم شنو هي الترجمه ديال الميزير. الميزير هي البؤس، راه تقدر تكون غني وبائس، تقدر تكون فقير وسعيد، ما عندكش البؤس. فلذا حنايا بغينا نتعاونوا مع المواطنين، ولكن خص اراده سياسيه اللي تجعل ان التغطيه الصحيه تعمم، ان المعالم ديال التغطيه الصحيه تحسن، ان يكون تحفيز ديال الاستثمارات في عرض الصحه، يعني في المصحات وفي من ناحيه ديال الاستثمارات ديال الدوله ولا الاستثمارات ديال القطاع الخاص. هادو كلهم ماشي حنا اللي مسؤولين عليهم، راه كاين حكومات، كاين البرلمان، كاين مسؤولين سياسيين اللي حنا
ما عندناش مسؤوليه على على الوضع الصحي في المغرب. ديجا حنا في القطاع الخاص راه كيداوي 90% ديال المغاربه المؤمنين، والحمد لله اللي كاين العيوب ديالو عارفينها ما كاين مشكل، ولكن راه لعب واحد الدور بعدا فبلاصه نهرسوه فنتعاونوا معاه. اليوم هذا ممثل كان مريض وصل لواحد الحاله حرجه جدا، خذوا بيديه في المصحه تعالج خرج شكر على شي شكر. اسيدي غايت نديروا هذيك كيعيرونا حنا ما نديروش اللي يشكرونا. فلهذا رقم عدد كثير الا جيتي عندنا خرجي وشوف وسولي الناس ناشطين كتعالج ما بطبيعه الحال واحد 5% ولا 3% ولا 4% ما كيكونوش راضيين غالبا لظروف ماديه، لان ما كانش عنده تغطيه صحيه باش يقدر يواجه هذه العلاجات. تيهضروا في وسائل التواصل الاجتماعي كنتصنتوا لهم، حنا ماشي ما كنتصنتوش لهم، ولكن خص الواحد يكون يدير واحد يعني لي رومارك اللي هما يكونوا في محلهم. ما يمكنش تمشي لواحد المصحه والدواء بالمجان، لان يمكن غادي يداوي واحد بالمجان جوج بالمجان ثلاثه بالمجان بعد المصحه تفلس. حنا عندنا اجتماع غدا وعطينا اقتراحات ديالنا الوكاله الوطنيه، وكنخرج نتمنوا اننا بعد الاجتماع ديال غدا نخرجوا بواحد الاتفاق على واحد التعريفه اللي تكون في متناول المغاربه. اليوم وصل السيل الزوبة، يعني اللي ما ردش باله راه الانعاش والحالات الحرجه. فلهذا الله يخليكم تباعد تعقيم، اللي ما عنده لاش يخرج يبقى في داره. الكمامات مع احترام التبديل ديالها كل 4 سوايع او لا كان ديال التوب على الاقل تغسل وتصلح باللانشا مره في النهار. الزيارات العائليه نقلوا منها، الحفلات والجنائز ما كاينلاش دابا. فلهذا اليوم خصنا نحترموا هاد التعليمات هذه. الا بغينا على الاقل فرنسا اليوم نزلوا من 80,000 ل 13,000 حاله. علاش؟ لان داروا حجر صحي معتدل، ولكن ها هو عطى النتيجه ديالو، الناس احترموه. او المرضى دازوا من 1000 ل 200 الموت من تقريبا 1000 ل 200 حاله ديال الموت. فلهذا راه التصرف راه احسن من الفاكسان. ما خصناش نتهاونوا بهذا العامل اللي كل مغربي راه مسؤول على الحمايه ديالو اكثر من الجلبه واكثر من العلاجات اللي غادي نديروها في حاله تصاب بالفيروس. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.